يقصى كلمات الشجب والاستنكار والادانه للحادث زميلنا عضو المجلس البلدي الاخ مؤيد دويكات. هذا عمل مستهجن السلم الاهلي وتزعزع الاستقرار في مدينتنا. الوقفه هاي من كل المؤسسات والفعاليات في الوقف في البلد، يعني الاعتداء سيكون له اثار قويه جدا وترتد وسيكون له اهتزاز، يعني راح يكون زلزال اذا ما سمح الله صار اي اعتداء او تكرار او محاوله حتى اعتداء. الاخوان تحديدا في المباحث الجنائيه الان بتابعوا الموضوع وسيطلعون على النتائج. هناك زي ما حكيت لك لجنه من العشيره ستتابع هذا الموضوع. كل المؤسسات تحمل نفس هذا الموقف يعني هي رساله ل يعني اطراف متعدده، اهمها مجتمعنا الفلسطيني ان يكون على مستوى من الوعي والاستعداد ايضا لافشال اي مخططات يسعى اليها عدونا بوسائل متعدده منها اذناب وخفافيش الظلام يعملون في الليل على محاوله نزع الامان والوحده بين صفوف المجتمع الواحد والاهلي.